بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن كنا في قصة البقرة من سورة البقرة، ابتداء من الآية 67 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. في درسين سابقات طبعا تحدثنا، فمنمر مرور سريع. وإذ قال موسى لقومه، ما قالش يا قومي هناك، في ممكن وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل مثلا. هون هم في قضية مطروحة على موسى عليه السلام، بده يعطيهم الجواب، بده يعطيهم الجواب، هم طارحين، هم جايين وطارحين مسألة، وبالتالي بده يعطي الجواب، ففيش داعي إيش. وإذ قال موسى لقومه يا قومي، هذاك لما ابتداء بده يخاطبهم بإشي وحكم جديد بشك، أو نبههم لمسألة، لكن لما يكونوا هم جو وسألوا. وبالتالي انتبهوا لدقة القرآن في التعبير دائما، الدقة. وإذ قال موسى لقومه، لأنه في بعض الناس ممكن يخطئ يقول وإذ قال موسى لقومه يا قومي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لا، لما يفهموا أنه المسألة هون في مسألة معروضة على موسى عليه السلام بده يعطي جواب، فيش داعي يقول يا قومي. وهنا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بينا شو معنى بقر. قالوا أتتخذنا هزوا، بينا شو معنات الهزوا وإيش الفرق بين السخرية والهزء. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين ما هي، وقلنا إنه ما هي يعني إيش صفتها، وغالبا بيكون السؤال عن الصفات التي تميز، الصفات اللي يعني بتميزها عن غيرها. ما هي إيش الصفة يا الصفات اللي بتميزها البقرة هاي، لأنه هو بقرة، إذن بدهم إشي، بدهم صفات مميزة. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. وبينا معنى فارض ومعنى بكر ومعنى عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، وأيضا تقرأ تؤمرون، فافعلوا ما تؤمرون، فافعلوا ما تؤمرون، قراءات الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب خلص كان بكفي، فافعلوا ما تؤمرون. أي بقرة؟ لا ما تؤمرون، خلص أمرت. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. هم واضح انه كل ما سألوا يعني شددوا في السؤال، تم ايش تشديد عليهم، بحيث في الاخير نكتشف ايش البقرة اللي ذبحت. وقلنا يعني لما احنا في الدرس الماضي للمسألة، قال انه يقول انها بقرة صفراء، صفراء فاقع لونها. فاقع هم بيقولوا طبعا علماء اللغة انه فاقع تستخدم فقط مع الاصفر، مع انه في علماء قد يذهبوا الى غير هذا، لكن فعلا اكثر استخدامات الناس لكلمة لفاقع مع ايش، مع الاصفر، مع الاصفر. والاحمر ايش كما قالوا القاني، والاسود الحالك مثلا، وقالوا في الابيض اشي يعني عجيب بالعربية، مش بهمناش الان مع كل لون، انما هنا اصفر ايش. فإذا فاقع تستخدم مع الأصفر، وفعلا بنلاحظ أكثر الناس في العرب يعني بيستخدموا الفاقع مع الأصفر، مش بيجيبوا كولو أبيض فاقع مثلا ولا أحمر فاقع، لا، فاقع لونها. إذا معناته شديد، لاحظوا هو إيش الفاقع الآن، معناته هي صفراء شديدة الصفار، وصفارها صافي، صافي صفارها، صافي الصفار، تمام؟
إذا فاقع عرفنا فاقع لونها تسر مش يسر. قلنا لو إنه كان الكلام يسر كان بيكون إيش الأصفر، لأنه في ناس ممكن يذهبوا إلى موضوع الأصفر واللون الأصفر وتأثيره على النفس البشرية وإنه هو يعني أدي إلى السرور هذا كلام الآن ما يسمى بسيكولوجية الألوان مش موضوعنا اليوم. بحثوا في الألوان وتأثيرها على النفس البشرية، كل لون إيش بيأثر، وحتى الأشخاص مثلا شو بيحبوا، ممكن هذا أنت بتحب اللون هذا أو هذا من ناحية نفسية، ممكن يحللوا شخصيتك على ضوء الألوان اللي بتحبها. تمام اللي بتحبها، لكن إيش بتحب الألوان يعني شو معناته تحبها، لأنه ممكن تحبها في الأشياء مثلا اللي أمامك ولا في اللي بتلبسه مثلا، ممكن يختلف اللي بتلبسه بنظروا له الآخرين واللي أمامك تنظر له أنت إلى آخره. مش موضوعنا سيكولوجية الألوان مش هيك، وكل لون شو دلالته، لكن الأصفر تكون بقرة وصفرة بس هي اللي تسر. على فكرة إيش اللي تسر؟ احنا قلنا ممكن تكون هي ضعيفة مثلا كثير وعظامها بارزة وصفرة وصفارها فاقع، ولكن لا تسر الناظرين. من أي جهة بصير لا تسر؟ من شكلها مش هيك؟ لكن لما تكون لاحظوا ممتلئة ومرفهة، ما بتشتغلش مثلا في الحراثة ولا بتشتغل في السقاية إلى آخره، مش مدعوكة يعني، وإنما يعني شفتوا البقر الهولندي كيف بكون؟ بكونوا عم بيرعوه بيحترموه. ليش؟ لأنه بعطيهم الهولندي، فبيعملوا البقرة بكل احترام. تمام، وبتكون هالشكل الجميل وإشي تسر الناظرين. تمام، فاقع لونها تسر هي بمجملها تسر الناظرين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني صفة، ايش صفة غير الصفات اللي ذكرت يعني اكثر. قال انه يقول انها بقرة، شوف كل وحيها انه يقول، اسأل لنا ربك انه يقول. ولاحظوا قضية انه الصدر الواسع، نحن قلنا هذول كانوا مستعبدين ومضطهدين واخلاقهم يعني اخلاق المستعبدين مش الاحرار، ومخذين من الفراعنة عقائد والعقائد راسخة في داخل النفس، ومنها عبادة العجل وعبادة البقرة حتحور اللي قلنا عنها وامور من هذا القبيل اللي قلنا في الدرس السابق. هذا راسخ، واشربوا في قلوبهم العجل متشرب. طيب، فبدها اخذ رد. ولذلك هذا نفهم وقتها كيف انه الرحمن الرحيم مدلهم كثير، واذ 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 مد مد مد، وفي الاخير تم صناعة امة جديدة كان منها كما قلنا ائمة عظام ورسل كرام. تمام، وقلنا انه اصلا معظم بني اسرائيل اليوم مش من اليهود، بعدين اليهودية المحرفة اليوم أكثر من يتبعها من غير بني إسرائيل. هذا كلام سبق خضنا في دروس سابقة. طيب، إذا أكثر بني إسرائيل اليوم مش من اليهود، مسلمين يعني، وأكثرية العظمى من اليهود ليسوا من بني إسرائيل كما قلنا. علماء الأجناس في القرن الماضي قالوا عشر يهود العالم فقط ممكن ينتموا لبني إسرائيل. تمام، طيب، تسر الناظرين، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أكثر، فصل في صفاتها المميزة أكثر. قال إنه يقول قال لاحظوا ادع لنا ربك، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. تشابه عليكم، يعني بدكم صفات ثانية، بحيث يعني وين رايح ذهنكم، يعني وين رايح ذهنكم؟ تشابه علينا. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. ما هو برضو على فكرة أمام الزعيم والرسول، وهو زعيم قبل ما بالنسبة للكفار منهم، موسى زعيم وقائد وشخصيته مهيمنة، فبالتالي إذا يعني ممكن رهبة منه، أو يعني الإيمان ما هو درجات وتفاوت، في الأخير يعني وين بدهم يروحوا؟
يعني في الأخير وإنا إن شاء الله لمهتدون. إن شاء الله. طب أنا قلت إن شاء الله ماشي. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول غير مذللة غير مذللة. طب نشوف في عندك ذلة يذل ذلة عندك الذل والذل ذل وذل الذل الذل. لاحظوا لما إنسان يمارس عليه القهر يمارس عليه القهر من علو هيك ثم هو يخضع من كول ذل إذن هو إذن هذا هو الذل هذا هو الذل. إذن مورس قهر خضع خضع وتفاعل مع وتفاعل مع اللي بيذله تمام هذا الذل تمام. على فكرة العز العز اللي بيقابله طبعا للذل العزيز بيكون فوق العزيز بيكون فوق وهو اللي مهيمن على اللي تحت. شو هي الفوقية وشو تحت ايش فوق وايش تحت. المهم انه العزة بتكون ايش فوقية العزة والعزة فيها منعة وفيها فوقية وفيها قاهرية كمان. العزة يقابلها اللي تحت شو هو صار اللي بده يتفاعل من تحت هذا ايش وبيقبل وبيخضع هذا ايش ذل ذل. اذا شو يقابل الذل العز بعز عزيز او شو قابلتها ذل ذل ذليل. طيب الذل قريبة هي كثير وممكن تكون من نفس من الباب نفسه الذل. الذل فيه يعني سهولة ولين كيف الأرض المذللة الأرض المذللة المشي عليها إيش بكون سهل ولين. ذللناها لهم بتكون إيش بسهولة. فغالبا مثلا اليوم ترويض الحيوانات زي مثلا الحصان بيكون في الأصل نافر مثلا ثم يروض. شو معنات يروض يذلل فبصير إيش مطيع وسهل التعامل معه. معناته هذا هو إيش الذل صار هو إيش مذلل. يعني شو معنات مذلل هذا الحصان بعد ما كان شموس لحظة بعد ما كان شموس بيرفض أي إنسان يركب على ظهره. طيب بصير في تطبيع شوف اسم تطبيع بصير في تطبيع شوي مو هاي التطبيع مأخوذة من هالشغلة يا دير بالكم تعبير تطبيع مأخوذة من هالشغلة. مش كانوا كله بطبعوه وانا قلت بروضوه. بتم الترويض والتطبيع بتلاقي الحصان شو بصير لما يركب على ظهره صاحبه مبسوط كمان. في الاول كان يكون نافر صار مبسوط وبيمشي زي ما بدك وبركض زي ما بدك كله بسهولة ولين. هذا معناته صار فيه ايش ذلل. إذن قال إنها بقرة لا ذلول غير مذللة بعض. طب مذللة لإيش هي كانت زمان على فكرة لإيش بذللوا البقر هم بذللوها إما للحراثة البقر بالذات. في ناس بيركبوا البقر على فكرة في مناطق شرق آسيا وغيره بيركبوا البقر. احنا ما تعودناش هون فيش حدا عندنا بيركب البقر لكن في بلاد فيها بقر كثير وجاموس وإلى آخره برضو بذللوها من حيث ركوبها بيركبوها بيركبوا البقرة وهذا غير مألوف عندنا في فلسطين بالمرة بشيك حدا يركب بقرة. لكن بيركبوا حمير والحمير مذلل من أصله الحمار وبيركبوا حصان وبيركبوا جمل وإلى آخره. بقرة لا عندنا هون في بلاد ثانية بيركبوا. طب هاي تذليل. تذليل آخر بتجده مثلا في الحراثة بيحرصوا عليه
وكثير كانوا زمان في البلاد يحرصوا على البقر على البقر. ثم في البلاد اللي قضية السواقي والبقر بتجدوا ايش مثلا بدور يسقي مش هيك، بتلاقي الاثنين سواء كان في الحراسة على فكرة او في السقاية هذا مذلل لهذا لهذه الوظيفة، وغالبا يوضع في عنق النير، النير اللي هو الخشب هذا اللي في عنقه، سواء بدك تحرس عليه او بدك تسقي عليه بيكون النير موجود. تمام، نيجي شوية في النير موجود، هذه هذا بتكون البقرة مذللة. تمام، اذا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول. طب الذلول مين هي؟ تثير الارض وتسقي الحرث، اكثر هيك التذليل. اذا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول، بعدها مش ما بيذهب جهدها وطاقتها في الحراسة والسقاية، كيف بيكون وضعها على فكرة هاي اللي بيظلوا يحرثوا عليها ويسكوا عليها، كيف شكلها بيكون؟ زي البقرة الهولندية مثلا، الهولندية هاي اللي بيحلبوها وبيستفيدوا منها كثير، كيف شكلها بيكون؟ كيف شكلها بيكون؟ وبكون مرفهة مش هيك؟ لأنهم بدهم يستفيدوا منها، دير بالكم مرفهة بيرفوها هيك، لكن هذه اللي بيحرثوا عليها واللي بيسقوا عليها طول النهار وهي تلف وطول النهار، هذه اللي بتسقي او شكلها مبهدل يعني، ايش بدها تكون؟ قال هاي البقرة اللي بتسألوا عنها، اذا كان بتسألوا عن صفات مميزة كمان، لا ذلول، لم تذلل بعد. والذلول ايش؟ تثير الارض. شو تثير؟ قلنا الارض بتكون على فكرة قبل الحراثة بتكون يعني ساكنة وهامدة، فبيجي المحراث شو بعمل؟ بشيرها وبقلب من تحت لفوق وبثير التراب، وما بتعودش الأرض كما كانت هامدة ومستقرة يثيرها المحراث، ولذلك سموه ثور، ثور الثور يثير، لأنه مرات الثور ما هو خلاص. طب أنت لقحت البقرة شو ظلك قاعد طول السنة تسويه؟ الثور بالذات. طب البقرة بدنا نحلبها، البقرة بدنا لنا كذا الأخير، طب أنت يا ثور شو بدك تشتغل؟ شو بده يشتغل؟ فيستخدمه في الحراسة، والثور قوي في الحراسة وهالمسائل هاي. الثور، البقرة ممكن يدللوها على فكرة، ممكن يدللوها أكثر. ليش؟ أنتوا بس تشوفوا شو بتعطي، واليوم على فكرة بتشوفوا أحيانا بقر شو بعطي حليب في اليوم، إشي عجيب بشك. ثم إيش يؤخذ من الحليب سواء كانت الزبدة أو الجبنة أو اللبن أو وأنتوا شوفوا شو ممكن اللي الله خالق الأنعام هاي شو بتعطي، وبالذات البقر ايش بيعطي. تمام، واليوم ثروة هائلة، ثروة هائلة البقر. طيب المهم، فالبقرة بتجدها يعني اذا بيستفيدوا من حليبها وانتاجها، وبدها تنتج اناث برضو، ما هي بدها تحمل برضو، هي بدها تحمل وبدنا نحرص عليها احنا، بدها تحمل وبدنا نسقي عليها احنا. الثور خلص وخلص الثور وهلقيت ايش؟ هلقيت شو بدك تقعد تعمل يا ثور؟ بدهم يحرصوا عليه ماشي؟ فبثير الأرض، فهذه مذللة. ما احنا قلنا بقر أصلا كلمة بقر تصدق على الذكر والأنثى، لكن هون واضح من السياقات إنها أنثى، وإحنا قلنا إنه التاء هذه تاء إيش اللي بتدل على الواحد، زي ضربنا مثال نخل ونخلة، تمر وتمرة، بقر وبقرة. ولذلك قال تثير الأرض. لا ذلول تثير الأرض، لاحظها انتبهتوا كيف التفسير، لا ذلول تثير الأرض يعني مش مذللة بحيث تثير الأرض ولا تسقي الحرث. هي مرفهة هاي، لا ذلول بحيث تثير الأرض وتسقي الحرث، مش هيك؟ مش احنا قلنا في السقاية لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة سليمة من العيوب. كيف لما لاحظوا سلمت فهي مسلمة، كيف لما تقولوا مثلا علمت فهي معلمة، سلمت فهي مسلمة، مسلمة من العيوب، سالمة من العيوب، فيش عيوب، فيش فيها عيوب، لأنه ممكن يصدر، ممكن يكون في كل الأوصاف اللي شفتوها الجميلة الآن فيها وتسر الناظرين وكذا، ولكن معللة يعني أمراض
أمر عرجاء كذا الأخير هي عوراء إلى آخر اللي هو مسلمة، سلمت من كل العيوب فهي مسلمة لا شية فيها. الشية لاحظوا، لما نقول ثوب موشى بيكون هذا الثوب مطرز هيك بألوان غير عن اللون الثوب نفسه. في عندك الثوب بيكون له لون بعدين بطرزوا عليه بألوان، بنقول هذا ثوب ايش؟ موشى. طيب لاحظوا، اذا الشية هي اصلها الوشية. لما بكون في عندي لون وبندخل عليه الوان هذا ايش اسمه؟ وشي. فلذلك بتقولوا انتم غالبا الشيء اللي ممكن تسمعوه كثير او تقرأوا بتقول الثوب الموشى مثلا. ايش موشى معناته؟ معناته له لون الثوب له لون ولكن يلون بالوان اخرى تضاف. لا مش الوشم، هذيك وشمة الوشم، لكن هنا هي الوشية. الوشية لذلك لما بدك تروح انت للمعجم بتروح لوشمة، هناك مش هيك؟ لوشمة هون. إذن هي وشية. إذن لا شية فيها، يعني اللون ممكن يكون على فكرة فاقع لونها الأصفر، ولكن فيها إيش؟ ألوان ثانية، فيها ألوان ثانية، معناته هي موشاة في ألوان ثانية. تمام؟ لا هذه لا شية فيها، فيش وشي. فيش وشي فيها. مرات الوشي على فكرة اللون المخالف للون الأصلي ممكن يكون جميل، ممكن لا. الوشي على إذن فيها هي لونها الأصلي وفي داخل الألوان، هذه لا شية فيها، ما بخالطهاش ألوان ثانية، تمام؟ لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق. يعني مش هذا، يعني مش إنه يعني كان الكلام في الأول باطل، لا، هو المقصود بالحق إنه الآن يعني حدد الأمر بطريقة صارت واضحة ثابتة، لأن الحق فيه معنى الثبات والصحة مثلا بشكل حق. الآن كأنه يعني في الأول كانت القضية محتملة، الآن صارت محددة تمام. أي هو أصلا في النهاية وصلتوا أنتوا للشيء اللي في ذهنكم، العبادة اللي طلعتوا فيها من عند الفراعنة في الأول قال لكم اذبحوا بقرة، ما هو أصلا البقر على فكرة. خلينا الآن نتوقف هون شوي، البشر عجيبين. هو مش بس في مصر الفرعونية كانوا بيعبدوا البقر، أو شيء عبدوا العجل أبيس، عبدوا البقرة حتحور، تحدثنا ومشهورة حتحور، يعني البقرة والبقرة حتحور كثير تجدوا إلها صور صفرة، مشيك صفرة تمام. هم الآن عقائد وثنية، الكلام قبل أكثر من 3000 سنة من الآن، الناس كيف كانت وهيئتها النفسية. وإحنا سبق قلنا لكم اليوم الناس اللي تنشأ على عقيدة حتى تنزع هذه العقيدة من نفسه أحيانا صعب، أو عادات صعب. هذول التعامل معهم بهذه الطريقة، هم طبعا هم على فكرة في ذهنهم بقرة اللي بدها تذبح، أني هو البقر لما تقولوا الهند اليوم كيف بتعاملوا مع البقر لحد اليوم في القرن 21 وتقديس البقر، إشي عجيب. اثنين، العرب كان في دين إسماعيل عليه السلام، إبراهيم عليه السلام ودين إسماعيل، ومشت العرب تقريبا 2000 سنة على الحق، وبدت الانحرافات آخر 400 سنة تقريبا، وإن كانت الانحرافات ما هي بتبدأ شوي 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 شوي. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال، أو الرسول صلى الله عليه وسلم عفوا، إن الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة، يعني من يجدد لها دينها. شو المقصود؟
البشر ما هم بيدخلوا فبدها عملية تنقية دائما. مين بيقوم بها العمل؟ العلماء في كل مجالات. يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها ويجدد لها دينها يعني. طيب الآن فالعجيب أنه العرب صح طالت الفترة وبالتالي دخلت التحريفات. في النهاية العجيب أنه فعلا في عالم الأنعام وبالذات العرب كان أكثر ما عندهم الغنم والإبل يعني، يبدو البقر مش كثير في الجزيرة كان وقتها بالذات الإبل. فوإذا بالعرب أصبحت تحرم على نفسها بعض الإبل وبعض الغنم فيما يسمى بالحام والوصيلة والسائبة. الله لم يشرع، لا الله سبحانه وتعالى لم يشرع البحيرة، ما جعل الله من بحيرة ولا شرع الحام الحامي ولا شرع الوصيلة ولا شرع السائبة. ولا منين اجت القضية؟ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وإحنا سبق قلنا الافتراء فيه تفصيل، فيه قطع هيك يعني الكذب مفصلة في الافتراء، في الافتراء كذبة مفصلة. ولكن الذين كفروا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن لحظة الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. كيف بوصل؟ صبروا، لو كان في عقول بوصل للموصل. البشر عجيبين، ممكن يكون ذكي وممكن يكون بتقن صناعات وبتقن حيل حروب وبتقن ومع ذلك في هذه المسائل يا سبحان الله كيف بيخترعوا هذول الناس. الله سبحانه وتعالى خالق الأنعام نعمة للبشر وسخرها، لذلك إذا بتلاحظوا بدرسوا الأنعام اللي هي متعلق بقر وجمال الإبل يعني والغنم اللي هي نوعين سواء كان الضأن أو الماعز. هذه الأنعام ادرسوا الآن واقع البشر وشو بيستفيدوا منها، إشي ضخم كسوها بباقي الحيوانات. والله مذللها تمام من أول يوم، وأصلا هي بتعيش في حماية الإنسان، سبق تحدثنا في هذه المسألة. طيب الله سبحانه وتعالى خالقها نعمة لكم، أنتوا بتصيروا تخترعوا إلى درجة إنه الهنود بوصلوا لدرجة إنهم بحرموا ذبح البقر وبقدسوها وبترعى وين ما بدها، بقدروش يعترضوا إلى آخره. يعني صاروا هم مسخرين إلها، مش هي مسخرة إلهم، زي الله سخرها لكم. طب والعرب كيف اخترعوا هاي قضية الوصيلة والحام والسائبة والبحيرة؟ كيف اخترعوها؟ أما هذه الأسماء على فكرة ما تهتموش فيها كثير. إيش يعني الفروقات بينها؟ مش كثير مهمة. يعني نفرض البحيرة باختصار، يعني البحيرة مثلا عندهم ناقة أو جمل، بيجوا بشقوا ذانه بالطول، بشقوا ذانه بالطول، وهو أصلا البحر فيه توسعة فهم الآن بشقوا الذان بالطول من أجل أنه الناس تعرفها أنها هاي بحيرة. شو يعني بحيرة؟ أولا لاحظوا هذه بتكون مثلا، دققوا بدون تمييز الآن نبين ليش هذه اسمها وصيلة ليش هذه اسمها سائبة. بتكون مثلا، وهم اختلفوا العلماء في تحديدها سواء علماء اللغة أو علماء التفسير، يعني مثلا التي ولدت 7 أبطن مثلا 7 مرات، خصوصا كلهن 7 إناث، أو الفحل مثلا أنتج 10 أبطن الفحل، كأنه بكرموه، كأنهم بكرموه طالما 10 هيك، وهذه الناقة ولدت 7 أبطن مثلا أو 10 كلهن إناث أو التفاصيل إلها، وهي حكم روح
خلاص هاي بيصير ممنوع، ممنوع الاستفادة منها بالطريقة المعتادة. ممكن ممكن تكون للأصنام، والكهنة مثلا بيستفيدوا في كذا وكذا، وانت يعني مش موضوعنا نفصل احكام الجاهلية في البحيرة، وكلها على فكرة نفس الموضوع. ايش كيف الموضوع؟ كلها الى علاقة بالحمل وقديش حملت. بس لما نيجي مثلا قضية السائبة، ممكن مثلا واحد ضايع ابنه وفجأة قالوا له هاي ابنك اجا، ممكن يسيب له ناقة، خلاص هذه الناقة الان مسيبة روحي. كيف لما تسيبوه؟ كيف لما تقول سيبه؟ شو يعني سيبه؟ اتركه يروح، اتركه يروح، خلاص روحي. بيحرروها هيك وبصير في البراري. طيب ومين مين بطلع له يشرب من لبن مثلا السائبة؟ مين بطلع له مثلا بطلع لحدا يذبحها؟ ايش وبرها مثلا الى اخره؟ اذا سيبنا ممكن يسيبها، اذا كرامة لضيف جزاره جا ملك او زار قبيلة سيبه من نتيجة هذا الذكرى، سيبه بسيبه مرات غنم، بسيبه ابل. اذا مش مهم كثير نعرف ايش الفرق بين سائبة ووصيلة، وانت بتكون اسمها وصيلة مشان نفهم انه كله هذا على بعضه. ايش ببطلوا ينتفعوا منه الانتفاع المعهود، وبصير الانتفاع هو للاصنام او من يخدم الاصنام من كهنة وغيره. وإلها احكام تفصيلية. الاحكام التفصيلية اليوم بتعنيناش، يعني مات هذا الوصيلة او مات هذا نقدر ناكل لحمه الان، وهم كانوا ياكلوا الميتة، هم كانوا ياكلوا الميتة، نقدر ناكل ولا منقدرش؟ او مش مات موت عادي مثلا موقوذة او متردية او مش هيك نقدر ناكله؟ كانوا ياكلوا زمان، مش قضية. تمام. طب بصح لنا ناكله بعد ما يموت ولا بصح؟ هذه الاحكام تعنينا اليوم احنا. لكن فهمنا شو فهمنا؟ انه جعلوا حلال الله حرام عليهم، واخترعوا من عندهم، واخترعوا من عندهم. بس لاحظوا انه كل الاختراع اللي اخترعوا في هذه الانواع، هذه بنسميها بحيرة لانها اساس كذا، هذه بنسميها سائبة سيبناها لانه الاساس اجى الضيوف مثلا واحترمناهم، او ابنه كان ضايع هاي سيبناها للصالح العام الاصنام، الصالح العام الاصنام هاي شو ظل عندنا؟ وصيلة. ليش وصيلة؟ هي وصلت ايش بايش؟ يعني وصلت انثى ورا انثى ورا انثى ورا، قلنا لها غلط روحي انت. تمام فهمنا. بس كله ايش؟ الله سخر لكم ونعمة انعمها عليكم، النعمة انتو بتصيروا تخترعوا تحريم وكمان تهدوا الاصنام وغير الاصنام. وهذه لها امثلة على فكرة في تاريخ البشرية الى يومنا هذا، بس ايش بيختلف طريقة الطريقة نفسها. بس الغريب في الهند بقر، الفراعنة بقر، العرب بقر عفوا اجمال وغنم، وما في ثيران برضو. طيب كل هذا ليش؟ اذا بتلاحظوا كله لانهم بيستفيدوا منه او استفادوا منه كثير. لانك فتنة انت مش هيك؟ روح. قال يعني نوع من انت ايش التكليف. طب ليش يروح؟ هذا الله مسخره لك. ويبدو انه البقر كما المح البعض من الاخوة، وهذا صحيح يقال طبعا، انه البقر بالذات تقديسها ونوع من الهالة حولها، لانها هي اصلا كانت تفيد كثير زمان. شو هي الثروة اصلا؟ زمان شو هي الثروة؟ زراعة وحيوانية، وبالتالي كانت حياتهم مرهونة بهذا. وبالتالي اذا بدهم يمنعوا ذبح بيمنعوا ذبح مين؟ البقرة ولا الثور؟ الثور ما هو اصلا مرات ثور واحد بكفي في الدار لها البقرات، ثور واحد بكفي، خصوصا اذا كمان الحرث، الحرث من انتقينا واحد اثنين من هالثيران، الباقي ليش موجودات؟ فغالبا اللحم وين راح يروح؟ لحم الثور والذكر بالذات على فكرة، الذكر بالذات في الحيوانات يعني ميكلها. ليش؟ لانه مين اللي بيفيد؟
مين اللي بينتج الثروة الحيوانية؟ مين الثروة الحيوانية؟ مين؟ تمام. حتى الثور بأجره، يعني حتى لو ما عندكش ثور جيرانكم بأجره. طبعا شو حكم الآن أخذ الأجرة على هذا؟ موضوع ثاني الآن، إحنا مش في الفقه. ها شو حكمه؟ ها واليوم خصوصا في بعض الخيل، بعض الخيل منوياتها بالآلاف المؤلفة، منوياتها بيبيعوه. ليش؟ لأنه هذا خيل تسبق مثلا، هذا الفحل سبق في السباقات كلها. أه؟ خصوصا إذا شافوا له واحد كمان سباكة أه؟ وزوجوهم لبعض. طب هذا الحيوان المنوي تبعه غالي كثير بالآلاف، على فكرة آلاف الدولارات. انتوا انتوا مش قضية، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا الفتوى فيه شو؟ أصحاب الموضوع بيبعثوا لنا رسالة من كلهم. أما انتوا أما مش معنيين الآن شو حكم في حديث في الموضوع بس في تفصيل. طيب المهم، ولذلك عندنا هون في البلاد على فكرة كان الناس، على فكرة الناس فعلا تعبى انه اذا بعث مثلا حصانه لعند الجيران مشان تحمل الفرس ما كانوا يأبوا انهم يأخذوا اجرة، لانه هذا في الدين ما يجوز، هذا اصلا مخل بالكرامة الى اخره. في تفصيل. طب اليوم لما صار بالاف الدولارات ايش موضوعنا؟ طيب الان فالبقر يبدو، واي شيء على فكرة البشر كأنهم بيشعروا انه له اهمية وحياتهم ترتكز عليه، بيبدأ يتحول ل اهتمام. هذا الاهتمام مع الايام شو صار؟ وفي اختراعات والافتراءات والاخرية بتوصل الى درجة انها عبدت البقر، عبدت البقر. حتى اذا بده يكون ذكر عجل ابيس، عجل، العجل بيكون فتي عجل، تمام. فيدرس هذا الكلام، ليش الناس كانت تنحرف في الانعام بالذات مش في بلد واحد؟ ثم يكون للبقر مركز، البقر لانها فعلا هي ثروه فالها مركز، وكانه مشان هذه لا تذبح. لذلك بتلاحظوا انه لما كانوا بدهم يتخذوا بقره يعبدوها شو تكون الصوره عندهم؟ اللي وصفته الآيات. شو وصفة الآيات؟ قالت هذه البقرة لا هي كبير، لا هي عجوز ولا هي بكر. معناته لاحظوا مش بكر، معناته بتولد وبتحلب، صح؟ لأنه البكر مين؟ اللي بعدها ما حلبت ولا أنتجت، والفارض الكبير في السن اللي خلصنا. هي لاحظوا هاي المهمة. طيب هاي واحد، صفراء فاقع لونها وتسر الناظرين ومسلمة من العيوب ومش مذلولة، مش مذللة ولا ذلها، لا ذلتها الحراثة ولا السقاية. قالوا له بالضبط هذا هو، الآن جئت بيعرفوها. هذه الصورة أصلا للمعبود. لما بدهم يصوروا البقرة مع شو يعني بيصوروها؟ هو العجل هل هو من ذهب؟ هو عندهم طبعا من ذهب، بس القرآن ما قالش انه من ذهب العجل، بس هو عندهم في التوراة ذهب. والذهب اصفر، حسب كمان قديش الذهب خالطينه احنا، اذا مش مخلوط في القرآن مش من حليهم. طيب ما احنا سبق قلنا مش ممكن يكون فضة او اشياء ثانية او زمرد او احجار كريمة، كل هذا ايش؟ طيب فهون اذا في اساس على فكرة، لكن لما لاحظوا الان جئت بالحق كأنهم شو قصدهم؟ بالضبط هذا هو، عرفوا. طيب دققوا معي، طب يذبحوا طب لقيوها، هي لقيوا البقرة جابوها يذبحوها، طب لا تزال في نفوسهم، معبود، هذا معبود، أعطاهم الصورة، صورة المعبود في أجل صوره، في صورة المعبود في أجل صوره، هذه بالضبط، فيش عيوب وتسر الناظرين
ولا هي كبير لا هي بكر ولا هي كبيرة وقوية وفتية وجميلة ومش مذلولة. هذا هو. فذبحوها وما كادوا يفعلون. ايش وما كادوا؟ دققوا معي. ايش ما كادوا اصلا؟ ما لاحظوا، كادت الشمس تغرب. طب سؤالكم، غربت ولا ما غربتش؟ ما غربتش. ما كادت تغرب يعني ما قربت انها تغرب. دققوا معي، كادت الشمس تغرب يعني ما غربتش بس قربت. ما كادت تغرب، ما قربتش على الغروب. ما كادوا يفعلون. طب عجيب، ما هم ذبحوها بالزور يعني. ايوه ذبحوها. وما كادوا يفعلون يعني لما انذبحت ما كانوش مقتربين من انهم يفعلوا. اذا معناته الشغل شو صارت عندهم؟ اجباري يعني، محوطين. وما بتدروش موسى هو كلهم ان الله يأمركم، وهم طبعا عارفين موسى عليه السلام. يعني صاروا وين؟ في الزاوية. ذبحوها وما كادوا يفعلون يعني ما كانوش قريبين من الفعل. معناته لما حصل الفعل حصل اختراق هيك يعني. ما بدهمش هم. ليش بدهمش؟ وهذا بيأكد ان المسألة لها علاقة باعتقاد ولا هو ايش؟ هذا بيأكد ان المسألة لها علاقة باعتقاد. اطلعوا منهم وما كادوا يعني بطلوع الروح، بطلوع الروح. الآن جئت بالحق قدامهم البقرة هيها هاي اذبحوا اذبحوا ما فيش. وما كادوا يفعلون هم، لو قال وما كادوا يفعلون بدون ما يقول ذبحوها كان ما ذبحوهاش. بس لما قال ذبحوها وما كادوا يفعلون يعني بيطلعوا الروح، بيطلعوا الروح عبين ما ذبحوها. قديش معششة، قديش معششة في نفوسهم يذبحوها. والناس بنفس الطريقة على فكرة. في أشياء أحيانا بتكون معششة في نفوسهم، قد ما تحاول معهم قد ما تحاول بدها طول نفس، بدها طول نفس لما تعرف انه الناس متربية غلط، متربية طول عمرها غلط. بدك ايش؟ مش تعاملهم معاملة يعني الناس اللي مش متربيين في هالبيئة هاي. معناته كل بيئة على فكرة، الاصل في الدعاء الى الله سبحانه وتعالى كل بيئة يكون عندهم احاطة. دققوا معي، عندهم احاطة بعادات وتقاليد هذه البيئة مشان نعرف كيف نحكي معهم. بعدين منين نبدأ؟ كيف تبدأ معهم؟ واليوم في عادات وتقاليد اشي عجيب، في عادات وتقاليد اشي عجيب. تعالوا لبلد مسلمة، بلد مسلمة زي مثلا بنغلاديش، قديش عدد سكانها؟ مين عارف؟ بدريش وصلوا من 170 ولا لا، او اذا بشكل مليون بلاش 170، 160 بلاش 160، 150 مليون، ملايين يعني اقصد. من بداية السبعينات لليوم بيحكمهم تنتين نسوان، الشيخة حسينة والشيخة خالد ضياء. خالد ضياء الشيخة حسينة، يعني لعبة تنس، مرة بتنجح خالد ضياء مرة الشيخة حسينة. كذا مليون ما حكمهم مش من السبعينات لليوم إلا إناث. إناث إناث معناته في عادات وتقاليد. هذول لما بدك تحكي معهم معناته بدك تفهم كمسلم. هذول المرأة ما بتدفع في الباكستان، المرأة اللي بتدفع المهر دير بالك المرأة اللي بتدفع المهر ايش؟ وإلها المرأة سيطرة وإلها كذا، والرجل الرجل معك انت ممكن يكون رجل بس قدامها خلاص. وبالتالي زي ما قلت لكم اللي بيحكمن اما خالد ضياء او الشيخ حسينة من السبعينات، من بداية السبعينات لليوم. واضح؟ ما هي واحد منهم كان ابوها ولا كله، هذا موضوع مش وقته الان اخوض. كيف طيب؟ كيف ام من ملايين، وانا مش بجوز غلطت في عدد السكان بس ممكن يكون 150 واكثر، تمام؟ تمام؟ طب كيف هذول؟ وين الرجال؟ طب مره رجال ومره نسوه؟ لا، طب مره غير الشيخه حسينه ومره غير الشيخه. ولذلك في واحد منهم الان على فكره بدها تحاكم منهم،
ما هي لما بتوصل واحدة بتديك بتكيد للثانية. وبالانتخابات ديروا بالكم ها، بالانتخابات ها الشعب ينتخب ها، احنا الساعة بتجبرونا اجبار بالكوتة احنا بتجبرونا اجبار بالكوتة، وهناك بالانتخاب بقولوا بدناش الا النسوان. طب كيف احكي معهم هذول؟ فأي امة من الامم انت؟ وخصوصا اليوم المسلمين منفتحين على امم كثيرة، على امم كثيرة على فكرة منفتحين المسلمين. الاصل انه الدعاء يكونوا فاهمين الامة هاي وكيف بتفكر وشو العادات وشو التقاليد وكيف تدخلها الان في انك تخلصها من عاداتها وتقاليدها، لان امة اسهل من امة في قضايا مختلفة. تمام؟ فذبحوها وما كادوا يفعلون. بسرعة مشان ارجع شوي. واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ادارأتم هي اصلها تدارأتم، الان مش موضوعنا في علم الصرف وكيف صارت ادارأتم. هي تدارأتم. شو طب شو درأة؟ طيب ادرأوا الحدود بالشبهات. الدرء فيه دفع، لحظة، الدرء فيه دفع. ايش ادرأوا الحدود بالشبهات؟ يعني الحدود المعروفة، حد السرقة، حد الزينة، حد الحدود هذه المعروفة، الاصل انه صار الشبهة تستخدم لصالح المتهم. الشبهة اذا في شبهة، مثلا شبهة ملك، واحد وجدناه بيسرق من شريكه، واحد وجدناه بيسرق من شريكه، هون في شبهة ملك، ما هو شريك، هذا بدرأ الحد مش بدرأ العقوبة، بدرأ الحد مش بدرأ العقوبة. ويدرأ عنها العذاب. ايش يعني يدرأ؟ يدفع. ادرأوا الحدود بالشبهات. طيب لاحظوا الان في محل ثاني، ادفعوا الحدود ما استطعتم لها دفعة مثلا. اذا الدرء شو هو؟ دفع. انو دفع؟ دققوا معي، انو دفع بنسميه درء. طب افرضوا واحد سيارته هيك واقفة مش راضي تمشي، قال يا شباب ادفعوا معي سيارة مشان نمشيها، هذا اسمه درء؟ لا، يعني اذا مش الدرء دفع، افهمها، وانت تدفع معاه في السيارة هذا درء اسمه؟ لا، هذا درء اشي بده، لاحظ، اذا في خصومة بدك تدفع عن نفسك، في خطر جاي بدك تدفع عن نفسك حتى يسمى درء، مش اي دفع درء. اذا في انتوا المحامين دير بالك لما انت تتخاصموا، هذه ايش؟ واذ قتلتم نفسا فادارأتم، كل واحد صار يرمي التهمة على الثاني، لا انت، لا انا، انتوا يا دار فلان يا قبيلة فلان اللي عندكم القتيل. لاحظ، بدفع. اذا لما بدك تدفع عن نفسك التهمة هذا درء، تدفع عن نفسك الخطر درء. تمام؟ اذا مش اي دفع درء. تمام؟ واذ قتلتم نفسا، اذا في نفس مقتولة فادارأتم فيها، صار ايش؟ يدافعوا كل واحد يلقي التهمة على الثاني، والله مخرج ما كنتم تكتمون. اذا في ناس عارفين الصح، فكرة في ناس عارفين الصح، وتجدوا مرات هم عارفين مين القاتل وعارفين كذا، لكن تتدخل ايش؟ تتدخل مسائل انه يبين القاتل منا، وليش نتورط وندفع دية وما ندفعش دية، وقرائبه مش قرائبه، وهات وكذا، واعتدوا والله مخرج، معناته في ناس مالهم. طب خلينا هون، والله مخرج، لاحظوا في فرق طبعا، ما تقول والله مخرج، والله مخرج، نشوف الفرق بينهن، دققوا معي. والله مخرج، هي الآية والله مخرج ولا والله مخرج؟ والله مخرج. مخرج بتكون في الواقع او في المستقبل، بس قصدي في الان انا قلت الواقع، الان حاضر، الحاضر. والله مخرج يعني الان او بكرة، يعني او في المستقبل، هذه مخرج. تمام؟ واما والله مخرج، ممكن تكون في الماضي، في الحاضر، في المستقبل. الله خالق كل شيء، خالق في الماضي وخالق الان وخالق في المستقبل. ولكن اذا لاحظنا الفرق بينهم، اذا والله مخرج معناته ماضي، حاضر، مستقبل ممكن،
وإن كان أكثر في الماضي، تمام أكثر، لكن والله مخرج لا تكون في الماضي، يا حاضر يا مستقبل، يعني الله راح يخرج. والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقل اضربوه لمين؟ شوفوا العجيب، بعض الناس علماء، علماء ومش قاصدين يحرفوا، علماء ومش قاصدين يحرفوا، بقول لك والله، فقل نضربوه أي اضربوا المتهم بالجثة، الجثة الميتة. قال طب وين هو المتهم في الآية؟ في الآيات القرآنية وين المتهم؟ بالعكس قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، كان بتدافعوا التهمة، نضرب مين؟ قال نضرب بالجثة. شوف هالكلام، وعلماء كبار على فكرة، مرات بصير افتال، مش دائما العالم، اذا ممكن يطب العالم، بديش اقول اسماء لانه محترمة، اسماء محترمة بديش اقولها، وصل فيهم الحد الى هذا، قال وفي بعض العلماء قال اه والله هذا الاشي اللي بيركب على مركب على شو، وين المتهم؟ اضربوا المتهم بجثة الماء، اذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه، اضربوا المتهم وين؟ طب اضربوه، هاي وين المتهم في الآيات؟ وين المتهم؟ ببعضها، ببعض الجثة، قال اضربوا المتهم بعض الجثة، بيعترف المتهم، بيعترف. بدهم مش يقولوا انه الله احيا الموتى، يفهموها، بدهم مش يقولوا احيا الموتى، ليش بدكم مش تقولوا احيا الموتى؟ مع انهم علماء بيعترفوا انه واذا استسقى موسى في الآيات نفسها، استسقى موسى والله فجر وضرب البحر وانفلق، طب وهاي ما هي معهن، ما هي هاي معهن، ما هي هاي معهن، ما هي هاي برضو، عارفين شو هذا؟ هون خلينا اوضح برضو قضية مهمة، وان كان الوقت قاعد بداركنا والاشياء المهمة قاعدة بتضيع منا، خلينا شوية. شوفوا هو برضو كيف وصلوا العرب اللي هم من اتباع ابراهيم عليه السلام واسماعيل، كيف وصلوا في النهاية انهم بيعرفوش انه في قيامة؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي، مين اللي ضرب هذا؟ كانوا يستغربوا، والقرآن ذكر هذا الكلام، كيف العرب وصلت إلى درجة فيش قيامة فيش آخرة؟ طيب ممتاز، واليهود يجاوبونا، اليهود والنصارى، ليش النصارى؟ لأنهم بيؤمنوا بالتوراة اللي بين إيدين اليهود، بيؤمنوا فيها، يجاوبونا كيف يعني التوراة وملحقاتها اللي بتزيد عن 1200 صفحة، تمام، اللي ما يسمى بالعهد القديم، كيف ما فيهاش ولا كلمة واحدة عن اليوم الآخر؟ كيف صارت؟ أنو دين هذا؟ طب أنتوا يا نصارى بتؤمنوا بيوم الدينونة، بيؤمنوا يوم الدينونة بغض النظر عن كيف بيكون يوم الدينونة، ما في يوم دينونة، طب ليش اليهود؟ ممكن واحد جاوبني، كل اليهود بيؤمنوا باليوم الآخر، أنا بديش اليهود، بدي التوراة هاي وملحقاتها 1200 صفحة، كيف بتخلو من عبارة واحدة؟ كيف حرفوا؟ السؤال اللي بدنا نسأله، ليش البشر ميالين زي ما العرب من أتباع إبراهيم وإسماعيل عليه السلام، كيف وصلوا لدرجة طار اليوم الآخر؟ وكيف اليهود لما أعادوا كتابة التوراة طيروا اليوم الآخر؟ ليش البشر بهربوا من الموضوع هذا، من الموضوع هذا اليوم الآخر، وكيف بصير التحريف؟ وأنهم من الفلاسفة اللي بيجوا في لحظة من اللحظات، واليوم في عنا فلاسفة ممكن يضيعوا لك أجزاء أركان دين بتحريف، بس اليوم لأنه فيه الله سبحانه وتعالى حافظ الدين. وهون خليني في قضية حافظ الدين، انتبهوا لي هون، انتبهوا لي منيح، اليوم يائس الذين كفروا من أنهم حرفوا القرآن والسنن، أيضا اليوم في كتب وكيف من نق السنة والتفاصيل وإلى آخره، شو قاعدين بيعملوا؟ القرآن ما بقدروش عليه، بقدروش يحرفوا، لا بقدروا يدخلوا. اليوم عندنا أولاد صغار بيحفظوا القرآن، تسألوا الآية الفلانية شو رقمها؟ عن غيب بيقول لك إيه، انتوا شفتوا في شفتوا اشي خارق، ملايين مليارات المسلمين، قصدي ما هم قرب يصيروا مليارين، ملايين المسلمين القرآن. وبالتالي اليوم التحريف بيجي عن طريق ايش على فكرة؟ تفسيره وتأويله، او بدهم ينقضوا على السنة، بتلاحظوا اكثر بيحاولوا يشككوا في السنة، بقدروش يدخلوا في القرآن، القرآن هايو بصيروا يحرفوا في معانيه. وهذا التحريف في المعاني مش جديد، عبر التاريخ الإسلامي وجد التحريف في المعاني، واليوم لحد اليوم
واليوم كثر على فكرة في أيامنا هاي. يعني شو معنات كثر؟ طلع فوق السطح. ولكن كل هذا في النهاية كل محاولات التحريف عبر التاريخ الإسلامي على فكرة وكثيرة، للي بدرس التاريخ الإسلامي والتاريخ الفكري كمان تجد إنه محاولات كثيرة لتحريف الفكرة الإسلامية كثير وراها، وحتى لحد اليوم في فئات موجودة نتيجة التحريف السابق. منين وجدوا الدروز؟ تحريف سابق. من وين وجدوا العلويين؟ تحريف سابق. من وين وجدوا الإسماعيلية؟ تحريف سابق. من وين وجدت الإثنى عشرية؟ تحريف سابق. أسماء كثيرة في التاريخ الإسلامي. لكن إذا بتلاحظوا الأمة بشكل عام، الأمة بشكل عام لا، تمام الأمور والعلماء بيصلحوا الأمور، وهذه الفئات هامشية في المجتمعات الإسلامية، هامشية. وحتى اللي فيها الآن زي الإثنى عشرية في لها أتباع الآن، استنوا شوية، استنوا شوية بتهدى الأمور وهم يصيروا أكثر وعي، الشعوب نفسها راح تكتشف الكذبة الكبيرة في قضية الإثنى عشرية. الإثنى عشرية بصير فيها زي ما صار في الدروز والعلويين، في النهاية بصيروا محصورين في فئات محدودة، والإسماعيلية أكم من واحد، والقاديانية والتفاصيل هاي كلها اللي كان الإثنى عشرية هم أكثر فئة الآن موجودة. لكن بتلاحظوا قديش الشعوب نفسها جاهلة، لكن الآن بدت ما حدا بقدر يمنع الآن الوعي. ولذلك هم قادمين على إيش؟ على أنهم يعرفوا حقيقتهم أنه مش هذا الإسلام، وبالتالي مسألة وقت بس. فالتحريف واليوم العلمانيين بحرفوا واليسار بحلف وكله كيف بحرف؟ كله على صعيدين، صعيد الأول بحرف في التفسير، اثنين بحاول يطعن في السنة ويشكك الناس في السنة. طب وعنو أهم كتب السنة؟ مثلا البخاري ومسلم، كن قال لك بخاري ومسلم. طب مين أهم الرواة؟ أبو هريرة، كن قال لك أبو هريرة. طب ومين قادة الإسلام؟ الصحابة، كن قال لك بعض الفئات الضالة، كن قال لك معظم الصحابة كفروا إلا أقل من 10، هذول 12. شو؟ مشان يطير الإسلام. وبالتالي لاحظوا في هجمة، في هجمة طول الهجمة موجودة على مدى التاريخ. طيب وإيش يعني؟ إيش يعني الهجمة على فكرة؟ وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. هذا ليش؟ هذا يثور، يثور إيش؟ يثور الأفكار، والمسلمين بيقوموا إيش؟ بنهضوا، بيشوفوا، بدرسوا كذا، الصادقين. إحنا بهمناش الصعاليك. هذا شو بيؤدي إلى؟ قوة الفكرة وانتشارها. يعني في مجال اليوم على فكرة الفكرة الإسلامية تتراجع؟ مستحيل. طيب والعمل؟ العمل إنه حتى تفهم أنت المسلم، حتى تفهم بدك أنت، بدك ناس ينتقدوا هيك ويبينوا إنه هون ثغرة وهون ثغرة وهون ثغرة، مشان تدرس أنت وهذا صحيح وهذا ضعيف، وشوف لي ويفسر غلط وما يفسر غلط، ونيجي نفهم المسلمين. واليوم المهتمين من المسلمين كثر كثر. وانسوا موضوع علماء السلاطين، أنا قلت لكم من زمان أي عالم بتشوفوه في حضن السلطان انسوه، أي عالم في حضن السلطان انسوه، حتى لو كان مخلص في النهاية إلا يحرف شاء أم أبى. ممكن يقول لك مضطر، إذا إحنا أصلا من أول ما شفناك في حضن الطاغية خلاص أنت سقطت من عندنا، أنت سقطت من عندنا لأنك في حضن، وبينك بينك الله هو اللي بيحاسبك. طيب إذا مشان ما تضيعش الفكرة، فقلنا ضربوه ببعضها. إذا إحنا قلنا في بعض الناس كيف حاولوا، لا ما مبينة، فقلنا ضربوا الميت ببعض البقرة. والغريب إنهم خاضوا يعني في موضوع البعض، قال بذنبها ولا شو بدك في الموضوع، بذنبها ولا بإيش؟ قال بعض جزء، البعض جزء منه. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم. إذا على فكرة هو القصة أهم شيء فيها مش موضوع القتيل، القصة أهم شيء فيها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. لأنه هو كان سبحانه وتعالى هم شايفين آيات كثيرة، ويبدو أنهم متأثرين في مسألة اليوم الآخر بعقائد معينة، مسألة اليوم الآخر. فبالتالي كانت هذه المسألة المحسوسة، كيف قضية أو كالذي مر على فأماته الله 100 عام ثم بعثه، انظر إلى حمارك إلى آخره. هون أيضا يشوفوا هم، طب يشوفوا هم، طب وإحنا؟ دققوا معي. الأمم قديما لما ترجع أنت 3200 سنة أو أكثر، أمم أكثرها حسي،
ومستواها العقلي والوعي مش زي ما البشر اليوم. لذلك كان يكون لهم أمور حسية تقرب لهم رحمة. إحنا اليوم أبدا اليوم في فكر ووعي والآخرين مش حسيين إحنا. لذلك الملحد حسي. الملحد حسي لما تيجي تقول له الله كلك ما شفتوش إيش؟ هذا زي الجماعة قبل 3000 سنة. الملحد حسي هي المسألة. إذا ما شفتوش أنت يعني أنت شفت إنه ليوناردو دافنشي هو اللي رسم اللوحة ولا شو؟ أنت لما تشوف اللوحة بتعرف وراها فنان ولا بتعرفش؟ يعني بدهيات أمور أصلاً. إذا الملحد إذا دققته تجده غالباً فكره حسي. طب حسي زي القدم؟ طب ممكن يكون هذا في عصور وعي كيف هو حسي؟ وهو الوثنية من أين بتيجي؟ ليش البشر أصلاً ليش كانوا ينتكسوا بعد التوحيد؟ بعد التوحيد يروحوا في الوثنيات ليش؟ يبدو في داخلهم بيغلب الحسي بيغلب الحسي فبيروحوا في الوثنيات. ولا يزال الناس على فكرة فيهم وثنيات وفي فيهم وثنيات. فهون فكان رحمة فيهم موضوع انه يشوفوا هم مش قضية القتيل ويبين مين المقتول بالدرجة الاولى، لا هذا بالدرجة الثانية، وانما بالدرجة الاولى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته، مش لا ويريكم اياته لعلكم تعقلون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.